مرة تانية قاعدة البيانات بتاعتنا اللي كان اسمها فون. احنا بقى عايزين ان لما انا افتح ال يعني هي الشاشة الاولانية اللي تجيلي هي شاشة بتاعت المين فورم، بحيث اي واحد يفتح قاعدة البيانات تجيله شاشة المين فورم، بحيث ان هو يقدر ان هو ما يخشش بقى، يعني اليوزر مش هيخش على التيبل ولا الفورم ولا الكلام ده، لا انا عايزه على طول يروح داخل على المين فورم. هنيجي نخش هنا من قائمة تولز ستارت اب، هنلاقي في حاجة اسمها ديسبلاي فورم بيج. نيجي هنا نقول له احنا عايزين اول حاجة نظهرها اللي هي مين المين فورم، الفورم اللي اسمها مين فورم دي. لو خرجنا دلوقتي قفلنا خالص وجينا نفتح الفورم مرة تانية، هنلاحظ ان هو عمل ايه؟ ان هو اول حاجة جابها لي ان هو جاب لي الشاشة دي، بحيث انا ابدأ ادخل ادوس ادخال اسماء المحافظات واخرج منها، وادخال اسماء المدن واخرج منها حسب ما انا عايز، او خروج يروح مطلعني خالص بره البرنامج. طبعا ممكن واحد يقول ان انا في عندي برضه لا زالت مشكله ان انا بدوس على فون بيظهر لي الشاشه بتاعه الداتابيز، هل انا ممكن اخفيها؟ ممكن. ازاي؟ ان انا هاجي هنا اخش من تولز برضه ستارت اب واقول له ديسبلاي داتابيز ويندو، لا مش عايزه. اوكي تعالوا نقفل كده ونفتح من تاني. ايوه اول ما فتح جاب لي ايه؟ جاب لي الشاشه الرئيسيه. طب هتقول لي طب انا كده ضاعت مني شاشه انا كديزاينر راجل بصمم كده ضاعت مني ما اقدرش اجيبها؟ اقول لك لا اقدر اجيبها. ازاي؟ لو دوسنا اف 11 يروح جايبها لي مره ثانيه ان شاء الله. قبل ما نسيب الفورمز عايزين بس نعمل حاجه بسيطه جدا عشان توضح لنا الصوره. ممكن نخش في ديزاين فيو بتاع الجفرن انفو. احنا كنا اتكلمنا عرفنا الفورم هيدر دي اللي احنا بنحط فيها راس الجدول وديتيلز اللي هي بتتكرر. في عندنا الفورم فوتر، ان انا دي الحاجه اللي بتظهر في تحت في اخر الصفحه، يعني اللي فوق ده ما بيتكررش واللي تحت ما بيتكررش واللي بينهم هو اللي بيتكرر. ممكن نقول ان احنا عايزين نحط زرار للخروج، يعني نلغي خالص الزرار بتاع الخروج ده ونعمل زرار اسمه خروج. هنيجي ندوس على بوتون. ممكن نمشي مع الويذر ان هو بيقول لي انت عايز هنا ايه؟ فورم اوبريشن. ايه الفورم؟ كلوز فورم. بحيث ان انا دلوقتي ابدا اقول له نكست، هيسالني هل انت عايز تكتب تكست كلوزد فورم كلوز فورم ولا عايز تعمل له بيكتشر بيكتشر كويس. وهنيجي هنا نقول له نكست، عايز اسمه كذا ماشي كلوز. هنلاحظ ان هو حاط لي زرار يقفل بيه الفورم. لو دخلنا جوه البروبرتس بتاعت الكوماند ده على برضه اون كليك بتاعه هنلاقي ان هو كاتب لي دوكمنت دوت كلوز عشان يقفل. امال بقيه الحاجات دي عشان لو حصل اي ايرور، ممكن طبعا احنا يعني ان شاء الله ممكن ما يحصلش ايرور، لكن هو حاطط لو حصل ايرور يعمل ايه؟ اكزيت سب، يعني يغادر هذا البرنامج الفرعي. انا كده يبقى ايه؟ عملت زرار. ممكن انا ابدا اخلي الفورم دي مش محتاج فيها اخليها ديالوج عادي واخرج، بحيث ان انا دلوقتي لو جيت فتحت المين فورم زي ما احنا متعودين وقلت له ادخال اسماء المحافظات، جاب لي ايه؟ جاب لي على طول ادي الزرار بتاع كلوز، اقفل يقفل منه. وممكن طبعا الغي كمان الاكس دي، لكن ممكن نسيبها بحيث يبقى في خيار قدام المستخدم عايز يدوس هنا يدوس هنا حسب ما هو عايز. في برضه حته ثانيه عايزين نوضحها، نوضح ان هو هنا واقف على رقم المحافظه، هل ممكن انا اغير رقم المحافظه؟ لا مش ممكن. طب هو كده انا ايه يعني؟ طب الافضل ان انا الغي له الحته دي علشان ما اخليهوش يعني يفتكر ان هو ممكن يدخل رقم المحافظه. تعالوا نشوف ازاي نعملها. هنخش على الديزاين، هنيجي نخش على البروبرتيز بتاعت الجفرن اي دي، هنلاقي في عندنا في الداتا في حاجه اسمها enabled. enabled يعني ممكن ان هو يعني متاح ولا غير متاح. ممكن اقول له نو يعني غير متاح. تعالوا نشوف كده المنظر. يبقى هنا الرقم ده ظهر خافت، يبقى يفهم ان ده ايه؟ مش متاح ليا ان انا اعدل فيه. ممكن واحد يقول لا انا عايزه يبقى ظاهر. ماشي ممكن ان احنا نعملها كنسل. مش على الديزاين مره ثانيه. في بروبرتي ثانيه اللي هي تحتيها اللي هي لوكال،
لوك دي ممكن نخليها يس يعني سيف دي اس ودي اس لوك دي يعني ايه يعني ما ينفعش ان هو ايه يجي يعدل فيها اي حاجة يجي يعدل فيها ما يقدرش ان هو يعدل فيها فممكن نخليها له خفتة وده يبقى افضل علشان يبقى فاهم ان دي ان ايه يعني غير مسموح لها واللوك دي مش تفرق معانا طبعا هنحفظ هذا الكلام بحيث ان احنا لما نخرج كده يرجعني للشاشة الرئيسية بتاعتنا وكده ان شاء الله نعتبر غطينا بعض الصفات او الخصائص بتاعتنا